التحية مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء تحية متجددة بحضراتكم من جديد في تواصل هذه الانطلاقات شوطنا العشرين الذي يسير بحفظ من الله ورعاية الخاص بالجعدان اللقاية المهجنات إلى صاير نبدأ بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول هنا اللي يأتينا على مقدمة هذا الشوط براق محمد مسيب رويده الكتبي يتصدر الجميع ويسيطر على مقدمه هذا الشوط بينما الغدوم من سناس في المركز الثاني بشعار سالم بن سعيد بن كاسب المسافري متقدم على ثاني المراكز بينما في المركز الثالث الشامي عبد الله بن مطر بن حاته الاكتبي بينما في رابع المراكز مجد عبد الله بن احمد بن حارب بن عبيد الرميثي وخامس المراكز يتقدم في هذا هو ادهم محمد بن حمد بن عبيد الكعبي يتواجد مع المركز الخامس بينما في سادس المراكز مراكز تواق احمد بن مبارك بن راشد بالجاف له يتقدم في المركز السادس في هذه اللحظات بينما في سابع المراكز يتقدم هذا هو السفير لعبيد بن سيف ال سالمين المنصوري يتقدم على سابع المراكز بينما في المركز الثامن، المركز الثامن يتقدم فيه هذا هو اللاعب محمد بن حمد بن سالم الاختبي بينما في تاسع المراكز يتقدم على تاسع المراكز ياتي الشبابي خميس بن محمد بن سيف القايدي وعاشر المراكز متواجد الشبابي لسعيد بن احمد بن دري الفلاحي يتواجد على عاشر المراكز من خلال هذه الانطلاقه هكذا نتيجتنا لعشره المراكز المراكز الأولى ولكن نعود بالمتابعة إلى مقدمة هذا الاندفاع نعود إلى مقدمة الشوط ونعود إلى المركز الأول بعد ما أتممنا ندائنا الأول هذا هو المسيطر أمامكم على مقدمة هذا الشوط هذا ادهم محمد بن حمد بن عبيد الكعبي اللي بدا يسيطر منذ بدايه الانطلاقه وهو المسيطر والمصر بالسيطره في مقدمه هذا الشوط بينما براق براق يحتل المركز الثاني محمد بن سيف بن دلكتبي متقدم على المركز الثاني بينما في ثالث المراكز نسنا سالم بن سعيد بن كاسب المسافري بينما في رابع المراكز يتقدم هذا هو السفير عبيد بن سيف بن سالمين المنصوري مع المركز الرابع بينما في خامس المراكز هذا هو يتقدم على المركز الخامس مكلف حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهر يلا هنا الكيلو والمتر الأخير نذكر أخواننا المضمرين بأننا وصلنا هذا المنعطف الأخير مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام المسيطر على مقدمة هذا الشوط ادهم محمد بن حمد بن عبيد الكعبي ولكن وصول وصول مع المركز الثاني في هذه اللحظات اللي تقدم وانطلق النيوتن خليفة بسالة بسعيد بن حلوكة يقدم لنا النيوتن في هذه المنافسة بينما وصل هناك السفير عبيد بن سيف بسالبين المنصور وبالرملي بالرملي وصل مشاهدين الاعزاء يقدم المتحد وسلالة المتحد سهيل بالرملي بن محمد العامري وهنا الصعب يصل الصعب 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 يتقدم هنا ليقدم الذيب محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي الله على هذه المنافسة الغوية الامتار الاخيرة بالرملي هو المسيطر مع المتحد وسلالة المتحد وتذكر المتحد هناك عندما يصول ويجول بشعارك يا ابو سالم ياتي انتاجه هنا ياتي ينتاجه ليقدمه لنا ابو سالم سهيل بالرملي بن محمد العامري مشكور يا سالم يا بن سهيل على المتابعه من خلال هذا التحدي الجميل سلوم المصانع الجنوب سلام يا اهل الوقن سلام سلامي على هذا الفوز والانتصار لحظة وصوله الى خط النهايه بينما وصل في المركز الثاني هذا هو ايضا السفير عبيد بن سيد بن بس المنصوري المركز الثالث وصلنا مشاهدين الاعزاء اللي احتل المركز الثالث المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء اللي وصل من خلال وصول هذا الشوط الى خط النهايه وصلنا على المركز الثالث ذهب محمد بن حمد بن سالم الكتبي المركز الرابع وصل فيه شعار الصعب على ما اعتقد حامل رقم 13 نعم الديب محمد وصلان بن بن مرخان الكتبي المركز الخامس وصل فيه الشامي لعبد الله بن مطر بن حافه الكتبي هكذا مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام النتيجه للخمسه المراكز الاولى نعود بالتهنئه والناموس الى مالك المتحد على هذا الانتصار التوقيت الزمني ست دقائق و11 ثانيه تهانينا لسهيل بن بن محمد العامري على هذا الفوز والانتصار الذي قدمه المتحد سلام الوغن سلام